اسمي بيير نجم، أنا مهندس كهرباء أساساً. كان عندي هواية بخشب الزيتون وخشب الأكاديمية اللي هو موجود بوفرة عنا بضيعة. أوكي، هلا حضرنا الخشب، قدحناه، حضرناه للشغل على المخرطة. أوكي، بال 2014-2015 صرت فتش على شغلة ممكن أعمل برودكت ريبتيتيف وينعمل شيء من خشب زيتون يطلع شيء هاي أند. فوصلنا للبن تيرنينج اللي هو شغلة معروفة برا بس كتير قليلة هون بلبنان، وبعدين حتى برا كتير قليل اللي يستعملوا خشب الزيتون لأنه شغلة مش متوفرة عندهم. بلشت الشغلة هواية من الأساس، جدي كان حداد عربي وكان شغف بالعدة وبالمشغل وبالحياة الطبيعة كلها، كمان حوالي المشغل عند جدي. هيدي المنطقة اللي فيها العروق كتير هي البوز القلم، والقسم التاني اللي فيه فراغ بنخليه ورا عند الكليب. الديزاين بينعمل حسب كل واحد، أنا شو بهوى أو العالم شو بتهوى أو إذا حدا موصي علي كيف حابب يكون. أنا سيلف ادجوكيتد بكل شغلة، بكل شيء بحياتي، يعني بلشت من صفر وبلشت من أوضة فاضية تحت عجنب موقف السيارة، سكرناها، عملت اشتغلت الطاولات، هودي شغلي كلهم، طاولات، الجوارير، الحدة، الخزاين، كل شيء، كل شيء تقريبا شلتي، في اشياء مشتريها، في اشياء مشتغلها أنا. أنا بحب روح المعارض بس بشوف ردة فعل العالم، بس يشوف البرودكت تبعك. بيعطيكي راحة كمان إنه والله عم تعملي شيء، عم تستغلي الثروات الموجودة بلبنان لتعملي أيتم على مستوى عالمي كمان. ما بنعرف قيمة الزيتون، مفكرينه بس زيت ولبكة ووقت اللي بيجي الموسم الحواش وياي وكذا، وبنشيل الخشب ما بنعرف قيمته، ثلاث أرباعه بروح للحرق إذا مش كله بروح للحرق. فهذا الريسورس موجود عندنا وطالع وخالص، بس بده مين يستغله.